نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في البرنامج الرمضاني مع قسم الدراسات العليا في الأداء القرآني في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا فيه بالعفو والعافية والغفران والعتق من النيران. أرحب بكم وأرحب بشيخنا الحبيب الفاضل فضيلة الشيخ محمود هرموش الداعية إلى الله تعالى والإمام والأستاذ الجامعي في أمريكا في ولاية كاليفورنيا. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أرجو الله تعالى تكونوا بخير وجزاكم الله خير لقبولكم هذا اللقاء. تشرفت إن شاء الله. الله يحفظكم. فضيلة الشيخ محمود هرموش ما شاء الله من المؤسسين لكثير من المراكز الإسلامية والمساجد في أمريكا وتحديدا في كاليفورنيا. وفضيلة الشيخ محمود دخل إلى أمريكا، وصل إليها في عام 1983، وكان من المؤسسين لثالث مركز إسلامي في كاليفورنيا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يزيده توفيقا ونجاحا ويعينه في تبليغ رسالة الله. الشيخ محمود له جهود طيبة في الدعوة إلى الله تعالى وفي التعليم وفي نشر الثقافة الإسلامية وفي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اليوم نحن سعداء بلقائكم شيخنا للحديث عن بعض الأحكام العامة في التعامل مع القرآن الكريم، فأترك المجال لكم إن شاء الله تعالى لتلخصوا لنا بعض الأفكار بعض النقاط التي إن شاء الله يكون فيها الخير والفائدة، وأيضا نطلب من الإخوة المستمعين والطلاب جزاهم الله خيرا لمن عنده سؤال أو تعليق أو إضافة يتركها مع على التعليقات إن شاء الله. حياكم الله سيدي، تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أخي دكتور الحابي، وأشكر جميع الأخوة والأخوات الذين يتابعونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن والدعاء. فهذا شهر رمضان، شهر القرآن العظيم، ونسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا وأن ينصرنا به وأن يكون لنا هاديا ودليلا. الحديث عن القرآن الكريم لا ينتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حديث الناس أجمعين. أولا بالنسبة للأحكام العامة المتعلقة بالقرآن العظيم، لابد للفرد أن يكون مؤمنا إيمانا يقينيا بأن هذا الكتاب من عند الله تعالى. فلا ينفع أن يكون إنسان لا يؤمن بالله أو باليوم الآخر أن يأخذ القرآن الكريم سواء للاستماع أو للتبرك إذا شئت أو لأي حاجة أخرى في نفسه، إذا لم يكن أصلا يؤمن به. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الرسول والمؤمنون آمنوا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما هو في سورة البقرة في أواخرها في الآية 285. إذن الإيمان بالقرآن العظيم من أسس الهداية والنفع به والابتداء به والأخذ به، وكذلك نعتقد جازمين سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة. فقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، في سورة المائدة الآية 48. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ليكون الكتاب الحق من الله تعالى. فعندها إذا اعتقد الإنسان أن هذا كلام الله سبحانه يكون له أثر في نفسه وفي حياته عموما. ونعلم أن القرآن العظيم قد نزل إلى سماء هذه الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان،
وأن الله سبحانه وتعالى أراد للبشر أن يحتفلوا بهذا النزول المبارك من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في هذه الليلة العظيمة التي سماها الله تعالى ليلة القدر، أي ما قدر وقسم وشاء ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد من العلم اليقيني أنه أن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله سبحانه وتعالى أراده بهذه الطريقة أو بهذا الشكل وبهذا المضمون وبهذه الصفات العظيمة من ناحية اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فغير العربية إذا ما ترجم القرآن يكون ترجمة وحديثا عن معاني القرآن وليس قرآنا يتعبد به كما هو باللغة العربية. وأن الله سبحانه وتعالى أراده كتابا، أي أنه مكتوب بحروف تفهم وتعقل من قبل البشر فيدركون ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الكرامات، أن الله وكلامه سبحانه وتعالى أصبح مفهوما بالقدر الممكن للبشر أن يفهموه. فإن الله سبحانه وتعالى كلامه عظيم وليس كما في بقية الكتب السماوية السابقة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا التدبر يدخل فيه الحرف والمعنى بالطريقة التي كتب بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بالصفة التي ثبتت في مصاحف أو في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي نسخ عنه القرآن العظيم وانتشر في جميع أنحاء العالم. فالله سبحانه وتعالى أراده أن يكون كاملا لغة وكتابة وحفظا، وحفظا كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا حفظ من زيادة أو نقصان أو إضافة إليه أو أخذ منه، وأيضا هناك حفظ آخر نتكلم فيه إن شاء الله لاحقا. وهذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيا بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس فيه صناعة بشرية إلا ما أراده الله من حيث تثبيت الحروف والكتابة والحفظ في المصحف الشريف، لقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، كما في سورة الحاقة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لا يمكن حتى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيف شيئا أو أن يأخذ أو ينقص من الكتاب شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله يعصمك من الناس. فالتبليغ كان كاملا تاما لهذا الكتاب المبين ولكل ما أوحى الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يكن هناك نقص في التبليغ ولا زيادة فيما أراده الله سبحانه وتعالى. أما الحفظ الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأخبرنا عنه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا حفظ أبدي أصله في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى حيث الله يشاء. وهذا الحفظ من في الكتاب المحفوظ أو في اللوح المحفوظ الذي لا تمسه إلا الملائكة كما سنذكر في ذلك لاحقا إن شاء الله. والحفظ أيضا في قلوب المؤمنين، فهو حياة للقلوب وللبشرية جميعا وخاصة للمؤمنين الذين كما ذكرنا يعتقدون أنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على مدى السنين
بالعشرات أو المئات أو الآلاف، بل هو بمدى الملايين في جميع أصقاع الأرض. وبالتالي فإن القرآن العظيم محفوظا في قلوب المؤمنين على مدى الدهور، وكذلك محفوظ في المصاحف وفي أرجاء العالم الحمد لله. فإن النسخ التي هي نادرة وقليلة من بداية العهود الأولى بعد عهد سيدنا عثمان والصحابة رضي الله عنهم موجودة وحفظت في أنحاء ومكاتب كثيرة في العالم، ومنها نسخ القرآن وكتب حتى الآن وما زال. وكذلك القرآن محفوظ في كل وسائل التسجيل الرقمي والصوتي وغيره من الوسائل المستحدثة للتسجيل والتوثيق. فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الجوانب كلها، ولا يجوز إنكار شيء منه ولا الزيادة عليه كما ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى حفظه بحفظه وليس بحفظ الناس له كما كانت الكتب السابقة. فالكتب السابقة بما استحفظهم الله، أما القرآن العظيم فبما حفظه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، إذ أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا لا يكون إلا لكتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك حتى ليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا من عنده ولا أن يتقول عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذن ليس بكلام بشر ولا يدخله كلام بشر من أفكارهم أو من أقوالهم. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حق غيره أولى، بمعنى أنه لا يمكن لبشر ما، ملكا أو جبارا أو معاديا أو صديقا، أن يزيد أو ينقص في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى. أما النقطة الأخرى التي نود أن نمر عليها باستعجال أيضا، فهي فقه استلامه وحمل المصحف وغير ذلك مما يتعلق بأحكام هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا جزء من الحفظ، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون، كما في سورة الواقعة الآية 79، وهم الملائكة، أي أن الكتاب العظيم هذا الذي ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عنه ويحدثنا به هو القرآن المحفوظ في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، حيث الله لا إله إلا هو. أيضا لا يمسه إلا الطاهرون من الشرك، من المؤمنين، من الناس الذين يؤمنون به ويعتقدون أنه كلام الله. ثم هؤلاء الطاهرون من الشرك يجب أن يكونوا طاهرون أيضا من الجنابة والحدث وغير ذلك مما يستوجب الغسل أو الوضوء وغير ذلك، وذلك لتحقيق البركة المرجوة من القرآن العظيم والهداية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى والنور الذي نزل به كلام الله تعالى. أما ما يمكن أن يقال عن القراءة دون اللمس، أي دون لمس المصحف، فسواء كان حفظا من الشخص نفسه فله أن يتلو القرآن بلسانه طبعا، وكذلك الآن ما استحدث من وسائل إلكترونية وديجيتال، يعني forms of reading، كأن يقرأ من التليفون وغير ذلك، فإن الأمر فيه خلاف وخلاف بسيط الحقيقة، لأنهم قالوا أيضا إذا كان القرآن مغلفا بجلد أو بأوراق أخرى فيمكن للإنسان الذي على غير طهارة أن يقرأ منه، سواء كان جنابة أو حدثا صغيرا، فهذا الأمر مختلف فيه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا نرى فيه الحرج الكبير، وذلك حتى لا ينقطع الإنسان عن تلاوة القرآن وعن الصلة بالقرآن العظيم.
النقطة الأخرى العمل بأحكامه وأوامره، وهذه مهمة جدا في التعامل مع القرآن العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليس للإعلام وليس لأن يخبرنا عن قصص الأمم السابقة، وليس فقط لنطرب بسماع الأصوات الجميلة له، بل لما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا الكتاب العظيم، حيث يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، في سورة صاد الآية 26. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الغاية الأسمى من وجود القرآن أن يكون حاكماً وحاكماً، وأن يحكم في أمور الحياة كلها. فكما هو العلم هو كذلك العمل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بأحكامه ونواهيه واتباع السنن التي ذكرها الله تعالى فيه وما أمر به، هذا من أهم الأعمال التي يجب أن نتعاطاها مع القرآن العظيم. فالعلم والعمل بالأحكام الفقهية في القرآن العظيم أمر واجب على المؤمنين، وإلا فهذا أيضا من باب الذي لا يؤمن به، يعلم الأحكام وقد يأخذ منها في الأحوال الشخصية وفي التعاملات وفي العقود وغيرها، لكنه لا يأخذها على أنها أحكام ربانية جزء من كل يجب أن ننصاع له، كما مثلا في القضاء وفي غيره من المسائل الحياتية. أخيرا أود أن أذكر أن معرفة الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات تزيد على 500 آية في القرآن العظيم، وهي آيات الأحكام المتعلقة بحياة الناس، أيضا هذه لا يمكن الأخذ بها عموما إلا إذا كان الشخص أو الهيئة أو الدولة مقتنعة بأن هذه الأحكام ربانية وأنها تصلح للناس في كل زمان ومكان. وذلك ما يتعلق بالحلال والحرام، ما أباحه الله وما حرمه، وما أمر به وما نهى عنه، وكذلك طبعا المستحبات والمكروهات والمباحات وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى ثم ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في السنة المشرفة. ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالطلاق والزواج، وما يتعلق بالبيع والشراء والإرث والدين وغيره، مما يزيد على 550 آية في القرآن العظيم تنظم شؤون الحياة. وهنا لابد، وذلك لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن كل شيء يتعلق بشؤون الإنسان في هذه الحياة الدنيا له ذكر وملمح، ويمكن أن يستخرجه العلماء ويستنبطونه فيما يصلح من شأن الإنسان دينا ودنيا. وهنا لابد أن نذكر أيضا أن القرآن العظيم مع وجود هذه الآيات العظيمة في هذه المواضيع التي ذكرنا، هو في الأصل ليس كتاب قوانين ولا كتاب قضاء، وإنما الأصل فيه لإنعاش وإحياء الأرواح والنفوس وبناء المجتمع الصالح في هذه الحياة الدنيا، وما وعد الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. فالأخلاق والمعاملات والتزكيات التي لابد منها للنفس البشرية، وكذلك ما يسعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، هي الغاية الأسمى من الدين عامة وخاصة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أمر ديننا، وأن يجعل القرآن سبيلنا وطريقنا إلى النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم دعاء.
ومن جميع السامعين والحاضرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود هرموش على هذه الإضافة وهذه الإطلالة وهذا الموضوع الطيب في أحكام التعامل مع القرآن الكريم. وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا لنا وحجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا بتلاوته حق التلاوة ويرزقنا فهمه والعمل به، آمين يا رب العالمين. اسمح لي فقط أضيف يعني ملاحظتين من الأخت هدى والأخت حسناء. طبعا إخوة والأخوات معنا في الأداء القرآني، الدكتوراه في الأداء القرآني، جزاهم الله خيرا ووفقهم ونفع بهم. الأخت هدى تقول: السلام عليكم يا دكتور، أعتقد أن مسألة الجنب للقرآن عن ظهر قلب ليس موضع خلاف، ولكن الخلاف والله أعلم في قراءة الحائض عن ظهر قلب، فهناك من يرى جوازه لأن فترة الحيض طويلة وليس هناك نص صريح بذلك، وهناك من يقيسه على الجنب فيحرمه. جزاك الله خير أستاذ هدى. الأخت حسناء: شكري أيضا دكتورة في الأداء القرآني، بارك الله فيكم وفي علمكم، ذكرتم كيفية التعامل مع ما في كتاب الله من أحكام وأوامر ونواهي وحلال وحرام، لكن هل من أمور تتعلق بالمصحف ككتاب مقدس مكان وضعه أو التعامل مع صفحاته؟ لو الإجابة موجودة سيدنا بدقيقة إن شاء الله نختصر الإجابة في موضوع أن يوضع المصحف في التعامل مع المصحف ككتاب كورق يعني في التعامل معه. نعم، أولا بالنسبة للجنابة والحيض هذا صحيح، لا خلاف في أنه يجوز تلاوة القرآن وقراءته في النفس وفي الصوت للجنب وكذلك الحائض، لكن ليس بلمس أو حمل المصحف. وكذلك يعني ينطبق على قراءة القرآن من ديجيتال انسترومنت يعني التليفون او الكمبيوتر او غيره من ذلك، اذا اراد الانسان ان ينظر له. فهذه الوسائل بما فيها الورق، الورق بالنسبه للمصحف يعني كون القران العظيم مكتوب على الورق بالجهد البشري بطريقه ما، طبعا يمكن ان يؤخذ على نفس الشيء بالنسبه للديجيتال يعني انسترومنت، لكن الورق له قدسيه اخرى. ف يعني ما اعلمه انه الاولى ان لا يحمل وان لا يعني يكون في حوزه الانسان اذا كانت الاخت في حال حيض او اذا كان الرجل في حال جنابه، ان يتجنب حمل القران العظيم او ان يقرا منه. اما اذا كان حافظا كذلك الاخ او الاخت فلا باس في ان يتلوه. بالنسبة للمصحف أيضا لابد من توقيره وتعظيمه، وليس هذا فقط بأنه والله يعني يبوس القرآن أو يحطه على رأسه، هذه تقليد، إنما أن يرفعه في مكان علي، أن يكون مكان نظيف، أن لا يكون في إهانة، أن لا يكون في استصغار أو يعني إساءة، سواء لنفسه في نفسه أو لتعليم الآخرين. فنحن عندما نعطي القرآن مثلا لغير المسلمين وبعضهم يكون عرب يعني بده القرآن بالعربي، نقول له هذه يعني أمانة أن لا ترميه أولا، وأن تضعه في مكان يعني نظيف وأن يكون يعني متميز في موقعه. وهكذا ترى في بعض المكاتب أنه في قسم خاص في القرآن، فتضع القرآن في الأعلى ثم تضع التفاسير ثم تضع الكتب الأخرى. أحسنت جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيك شيخ محمود، أشكرك مرة ثانية على هذه يعني الإطلالة وهذا اللقاء الطيب مع فضيلتك، وأدعو الله تعالى أن يزيدك الله توفيقا وأن ينفع بك. مرة ثانية شيخ محمود من أوائل من هاجر إلى أمريكا وكان له ولا يزال الأثر الطيب في تعليم القرآن الكريم وفي تعليم غير المسلمين الإسلام وفي نشر الثقافة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، له جهود طيبة في الدعوة الإسلامية وفي تعليم الإسلام. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك فضيلة الشيخ محمود، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وإياكم، كرمكم الله، صدعكم الله، السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. تحياكم الله، السلام عليكم. معنا الأستاذة الفاضلة الشيخة ريهام وجيه توفيق، حياكم الله أستاذة ريهام.
حياكم الله، الله بياكم دكتور رحاب رئيس قسم مداه القرآن، الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. شكرا الله هذه الدعوة الكريمة، الله أهلا، يبارك فيكم يا رب يرضى عنكم يا رب. سعداء بكم ونتشرف بكم ونفخر بهمتكم، وأنتم مثال وقدوة حسنة ما شاء الله لطلب العلم وعلو الهمة في طلب العلم والسعي للتحصيل العلمي الدائم والمستمر. وقل ربي زدني علما، فبارك الله فيكم وزادكم الله علما. بارك الله فيكم دكتور الرحابي، الله يحفظكم يا رب العالمين، يرضى عنكم يا رب. اللهم امين. طيب استاذ ريهام، نحن اليوم ما شاء الله حضر الاستاذه ريهام مقرئه معلمه القران ومقرئه للقراءات العشر ما شاء الله تعالى. اليوم موضوعنا في مهاره تصويب واكتشاف اللحون في تلاوه القران الكريم، وهذا موضوع له بصراحه اهميه وضروره لمعلمي القران الكريم ان يتعلموا مهاره التصويب واداب التصويب والإتيكيت والأخلاقيات التربوية التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم في تصميم وفي تعليم عليه الصلاة والسلام. الكريم. وكيف نعم. يكتشف معلم القرآن الكريم الخطأ وكيف يصححه؟ كيف يتعامل مع الخطأ؟ ما هي القواعد التي يمكن أن يصوب بها معلم القرآن الكريم؟ لو نبدأ مع الأستاذ ريهام، ماذا يعني مهارة تصويب التلاوة؟ ما هذا المفهوم؟ كيف نفهمه؟ ما هذه الخصائص المعينة المهمة لهذه المهارة؟ وأطلب من الإخوة والأخوات المتابعين إن شاء الله أن يثروا لقاءنا بإضافاتهم وأسئلتهم ومعلوماتهم أيضا التي نستفيد منها إن شاء الله. تفضل يا أستاذ ريهام، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أتقدم أولا بالشكر للدكتور رحاب الفاضل على هذه الدعوة الكريمة، على كل ما يقدمه في برنامج الأداء القرآني من أجل إثراء وتحسين المستوى الأدائي لحملة القرآن الكريم. ثم أرحب بجميع الأخوة والأخوات من الشيوخ الفضلاء والشيخات الفاضلات، كل عام وأنتم بخير جميعا. نبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين بالله هذا الموضوع، مهارة التصويب واكتشاف اللحون في تلاوة القرآن الكريم. لمعلم القرآن أثناء الحلقة القرآنية عدة أدوار، منها ما يتعلق بمتابعة الحفظ، منها ما يتعلق بالمراجعة، بالتفسير، بشرح الآيات، بالتدبر، بتعليم التجويد، أيضاً تصحيح التلاوة للطالب حتى يتمكن من الحفظ بطريقة متقنة وصحيحة. سنتناول اليوم ما يتعلق بتصحيح التلاوة، هذا يتعلق بالجانب المهاري لمعلم القرآن الكريم. عندما نتحدث عن معلم القرآن الكريم الماهر، فهو المعلم الذي عنده علم رواية ودراية، بمعنى أنه عنده خبرة تربوية وعلمية أيضاً. بداية، ما هو المقصود بمهارة تصويب اللحن أو الخطأ؟ المهارة لغة من مهر الشيء أو مهر به مهارة، يعني أحكمه وصار حاذقا به فهو ماهر. اصطلاحا هي قدرة المعلم على معالجة الخطأ وتصفية قراءة الطالب وتنقيتها من الأخطاء ومساعدته للوصول إلى المهارة في التلاوة بفاعلية وإتقان. من خصائص هذه المهارة الدقة والسرعة، التدريب والمران المتكرر حتى تكون أقرب إلى العادة. لا يرتبط اكتسابها بشهادة معينة ولا مستوى تعليمي معين. طيب، لماذا نصحح تلاوة القرآن الكريم؟ معلم القرآن يصحح التلاوة من باب النصيحة التي ينبغي أن يبذلها لطلابه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أيضا نصحح التلاوة استجابة لأمر الله تعالى، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وعلا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وأيضا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاري ومسلم. أيضا نصحح التلاوة تجنبا للوقوع في اللحون الجلية والخفية، فاللحن هو الميل عن الصواب في تلاوة القرآن الكريم. وطبعا لا يخفى عليكم حكم اللحن الجلي أنه حرام، يأثم قارئه بفعله متعمدا. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فاللحن الخفي يكون فلا شيء عليه، وطبعاً عند أهل الفن هو مكروه ومعين. قال الإمام المرعشي في معرفة اللحن في كتابه جهد المقل: يعرف بعضه بالاطلاع على علم التجويد وهو الخطأ في المبنى والصفات، وبعضه بالاطلاع على علم اللغة
وهو الخطأ في حركات الأوائل وحركات الأواسط وسكناتها، وبعضه بالاطلاع على علم النحو، وهو الخطأ في حركات الأواخر وسكناتها، وبعضه بالاطلاع على علم الصرف، وهو الخطأ في الإعلال مثل القلب والحذف والنقل. يقول الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي معلقا على قول الإمام المراشي: وما قاله يرجع إلى علم الدراية، ويعرف اللحن بعلم الرواية أيضا، بل هو العمدة فيه، ومع ذلك فلا بد من علم الدراية. هذا مأخوذ من كتاب اللحن في قراءة القرآن الكريم. الآن كيف نتعامل مع الخطأ بصفة عامة ومن الناحية التربوية؟ وخير ما نهتدي به هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول لهذه الأمة. كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ بصفة عامة؟ كان صلى الله عليه وسلم يتعامل برقي، يتعامل بلطف مع المخطئ، ويرفق به ويدعو له ويراعي حاله. كان صلى الله عليه وسلم يحدد الأولوية في معالجة الأخطاء، يراعي التدرج في تصحيح الخطأ، كان تصحيحه فيه بيان وتوضيح للمخطئ بدون إحراج أو لوم أو عتاب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. والأمثلة كثيرة من السنة النبوية لا يتسع المقام لذكرها الآن. الآن ننتقل لمعرفة القواعد الأساسية التي يبنى عليها تصويب اللحن. على المعلم أولا أن يخلص النية لله عز وجل، أن يذكر الطلاب بالأجر، ويتحلى هو يتحلى هو ويتحلى الطلاب بآداب التلاوة، حث الطلاب على القراءة باطمئنان وتمهل مع استشعار الآيات وتدبرها، العلم بقواعد اللغة العربية على الأقل الحد الأدنى، إتقان التجويد العملي، التدريب باستمرار يكون من الطالب والمعلم بحضور الدورات التدريبية المستمرة لتطوير أدائهم. الآن تمر عملية تصويب التلاوة بعدة مراحل، 4 مراحل. المرحلة الأولى هي عفوا التقان. أستاذة ريهام، لو تتكرمي نعيد قواعد تصويب الخطأ. ما ذكرتي كم واحدة؟ ذكرتي 4 ولا 5؟ 6. 6، لو نذكرهم مرة نعم، ثانية تكرمي. الله يبارك فيكم. إخلاص النية لله عز وجل، نعم. تذكير الطلاب بالأجر والتحلي بآداب التلاوة، ثالثا حث الطلاب على القراءة باطمئنان وتمهل مع استشعار الآيات وتدبرها، رابعا العلم بقواعد اللغة العربية، خامسا إتقان التجويد العملي، سادسا التدريب باستمرار من الطالب والمعلم. جميل، أتمنى أن يكون أحد الإخوة والأخوات قد سجلوا هذا ووضعوه لنا في التعليقات حتى يعني يستفاد منه ويسهل حصره وتذكره إن شاء الله. نعم، إذا قواعد تصويب الخطأ واللحن عند تلاوة القرآن الكريم 6، يعني مهمة جدا لكل من يقوم بتصحيح التلاوة ولكل من يقوم مقام المعلم. جزاك الله خيرا أستاذة ريهام. نعم. الآن نتكلم عن مراحل تصويب التلاوة للقرآن الكريم. تمر هذه العملية بعدة مراحل. أولاً مرحلة التقاط أو اكتشاف الخطأ. ثانياً مرحلة التنبيه على الخطأ. ثالثاً مرحلة معالجة الخطأ. رابعاً مرحلة التحقق من زوال الخطأ. في المرحلة الأولى قدرة المعلم على التقاط واكتشاف الخطأ. هذه القدرة ترتكز على 3 أركان رئيسية. أولاً التركيز بالقلب والعقل، فعلى المعلم أن يركز ويتجنب الشرود والغفلة، هذا أول شيء. ثاني شيء دقة السمع، يعني كيف يجعل المعلم أذنه تسمع بدقة؟ عليه أن يعرض ما يسمعه على القواعد النظرية التي تعلمها ودرسها، هذا أول شيء. ثاني شيء الإكثار من الاستماع إلى القراء المجودين، ثم الحرص والتركيز. هذا بالنسبة لدقة السمع، ونسميه فيما بعد الميزان السمعي. ثم دقة النظر، تشتمل على 3 أمور: النظر إلى وجه القارئ، النظر إلى الفم، متابعة النظر، وهذا ما نسميه بالميزان البصري. فعلى المعلم أن يعلم أنه بدقة سمعه يوجه الطالب إلى الصوت الصحيح للأداء، وبدقة نظره يوجه الطالب إلى الهيئة الصحيحة للأداء. سأضرب مثالا على ذلك، في مثلا عدم إتمام الحركات. إذا الطالب قرأ عدم إتمام كسر مثلا في كلمة لم يلد ولم يولد، قرأ يلد يلد، والكسرة الصحيحة يلد يلد،
فكيف يوجه المعلم إلى الأداء الصحيح؟ أولا عليه أن يقول له أن الكسرة هي نصف حركة المد، المد بالياء، اللام المكسورة هي بعض من المد، حركة المد بالياء، لي هي نصف لي، فيقرأ له الصواب. الطالب يقول لي، طيب يقول له مد هذا الصوت، هل سينتج عندك مد بالياء صحيح أم لا؟ فيقول لي، لي هذه حركة ممالة، حركة ممالة بين الكسرة والفتحة، ليست هي الصواب في الصواب الصحيح، الحركة الصحيحة. طيب هذا هو الميزان السمعي، فيمد الصوت حتى ينتج عنده، ينتج المد الصحيح. الميزان ممكن يستخدم التسجيل الصوتي الطالب حتى يعرف الفرق ما بين الأداء الصحيح والأداء الخاطئ. طريقة الميزان البصري نفس الخطأ، المعلم يقرأ الصواب، يقرأ الكسرة الصحيحة، يخفض الفك السفلي، ويعني يوجه الطالب إلى خفض الفك السفلي وخفض اللسان وبسط الشفتين، ويتابع معه ذلك. ويمكن أن يستخدم المرآة حتى يتأكد الطالب أنه يعني يؤدي الأداء الصحيح للكسرة أو لإتمام الكسرة. طيب هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة التنبيه على الخطأ. هناك نوعان من التنبيه، تنبيه محدد وتنبيه مطلق. أبدأ بالتنبيه المطلق. التنبيه المطلق يعني أن ينبه المعلم على الطالب، يقول له انتبه عندما يخطئ، يقول له انتبه، أو أن يطرق على الطاولة. هذا ينفع في اللحون الجلية، في أخطاء التجويد الواضحة، في الخطأ الذي يكرره الطالب مرارا. التنبيه، النوع الثاني من التنبيه، التنبيه المحدد، بأن يقول المعلم انتبه للفتحة في حركة كذا، انتبه لحرف كذا، انتبه لمخرج كذا، فيكون خطأ محددا ودقيقا. وهذا يكون في الخطأ الجديد ومع الخطأ الذي لا ينفع معه التنبيه المطلق. اختيار أو اعتماد المعلم على اختيار نوع التنبيه يختلف على حسب الدقة في التصويب، على حسب متابعة التنبيه، أيضا يعتمد على مستوى الطالب من حيث هل هو مبتدئ أو متوسط أو متقن، وعلى حسب هذا الطالب عمره وسنه، وعلى حسب هل هو طالب عربي أم غير ناطق بالعربية. طيب ما هي مصطلحات التنبيه، أو كيف تكون المصطلحات يختارها المعلم تكون دقيقة وعلمية؟ فلا بد أن يختار المعلم عندما يقول للطالب انتبه مثلا، نضرب مثالا، إذا قرأ الطالب مثلا كلمة من ضريع وأخطأ في تفخيم غنة الإخفاء، وقال المعلم له راعي الغنة، هذا مصطلح غير دقيق، يعني يحتمل عدة معاني، يعني غير مفهوم. فلذلك عليه أن يقول، بدل ما أن يقول راعي الغنة، يقول له فخم غنة الإخفاء عند حرف الضاد، هذا يكون مصطلحا دقيقا ومحددا. طيب كيف تكون الأولوية في التصحيح؟ يعني إذا أخطأ الطالب وقرأ الآية، عدة أخطاء في الآية، كيف تكون الأولوية في التصحيح؟ الأولوية تكون للخطأ الواضح الجلي، ثم للخطأ الخفي، وهناك سلم متدرج للأولوية في تصحيح الأخطاء. أولاً على المعلم أن ينتبه إلى أو يركز على البنية والتشكيل. أول شيء البنية والتشكيل، كأن يركز على مراعاة، أيضاً مراعاة قواعد الضبط والرسم للكلمة، إذا أخطأ الطالب في تشكيل الكلمة أو إذا أخطأ في قراءة الكلمة حسب قواعد الضبط أو الرسم. ثانياً الوقف والابتداء، يمكن أن يقف الطالب وقفاً قبيحاً أو يبتدئ ابتداءً قبيحاً، وهذا أيضاً يشمل الوقف على أواخر الكلم. ثالثاً يركز على المخارج، المخارج الصحيحة. رابعاً يطبق الأحكام الأساسية من أحكام النون، الميم، الإدغام، المدود وغيرها، ثم بعد ذلك إتقان الأحكام الأساسية مثل آلية الإخفاء الحقيقي، آلية الإقلاب وغيرها، ثم التفخيم والترقيق، تخليص المفخم من المرقق والعكس، ثم صفات الحروف كالهمس، القلقلة، التفشي، الاستطالة وغيرها، ثم أزمنة الحروف، أزمنة الغنن وتسوية المدود، ثم أخيرا الأخطاء الأدائية، منها مثلا ما يتعلق بالنبر الخاطئ أو بالفصل أو الوصل،
وهذه كلها تدخل في اللحون الخفية والأخفى من الخفية. سأذكر مثالا على الأولوية في التصحيح والتوجيه الصحيح من المعلم في قوله تعالى من سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه الآية إذا قرأها الطالب وأخطأ قال ومن نعمره مثلا، أخطأ هنا في التشكيل وترك الإدغام في ومن نعمره ننكسه، ترك مثلا همس السين وننكسه، أشبع حركة ضمة الهاء في الخلق، رقق الخاء قال في الخلق، وقف على القاف كأنها كاف يعني غير المخرج. فكيف يكون الترتيب هنا أو الأولوية في التصحيح؟ أول شيء نركز على التشكيل الصحيح، نقول بدل نعمره هي نعمره، ثم المخرج في حرف القاف في الخلق، يصحح مخرج القاف، ثم بعد ذلك يتجه إلى الأحكام ومن نعمره، هنا حكم الإدغام، ثم بعد ذلك يتجه إلى صفات الحروف من حيث التوسط في الراء وترقيقها والسين همسها ورقوتها، إظهار اللام وتوسطها، تفخيم الخاء، كل هذه الأمور يبدأ إن هو إيه يعالجها مع الطالب. نعم. ثم يرجع ويضبط أزمنة الغنن في ومن نعمره، زمن غنة الإدغام وزمن غنة الميم المشددة. طيب هذا بالنسبة للمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في تصحيح التلاوة هي مرحلة معالجة الخطأ. طيب مثال: أخطأ الطالب واختلس الحركات في كلمة أسلحتكم، قرأها أسلحتكم، هنا اختلس الطالب الحركات، لم يضبط زمن الحركات. طيب كيف يصحح المعلم هذا الخطأ؟ عليه أولا أن يبين سبب الخطأ واسم الخطأ، يقول له أنت أنقصت زمن الحركات المتتالية أو اختلست من حركة التاء. يبدأ أن هو يقلد الأداء الخاطئ للطالب، يقول له الخطأ أسلحتكم، الصواب أسلحتكم، فيبدأ يعالج معه هذا الخطأ ويدربه على الطريقة الصحيحة. يقول له النبر يكون على حرف التاء وليس على الحاء، أسلحتكم خطأ، أسلحتكم هي الصواب. ثم يقوم المرحلة الأخيرة التقويم والتقييم حتى يتأكد أن الطالب أتقن تماما الكلمة وقرأها بطريقة صحيحة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التحقق من زوال الخطأ. هذا يكون بسماع المعلم من الطالب مرارا وتكرارا، فالأخطاء واللحون تتنوع، منها ما هو متجذر باللسان نتيجة التعلم الخاطئ، يعني كل ما كان كمان العمر يعني كبيرا كانت أكثر صعوبة في التصحيح وتستغرق وقتا أطول. هناك أخطاء عارضة، إما تكون نتيجة الجهل بأحكام التجويد، هذه تزول بمجرد معرفة الأحكام يزول الخطأ، أو أخطاء عارضة بسبب السرعة أو العجلة أو المرض أو غير ذلك. فعلى المعلم أن يحث الطالب على التدريب المستمر حتى يصل إلى الإتقان. وقد قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طيب من أساليب وطرق تصحيح التلاوة سأذكر بعض هذه الأساليب. أسلوب المبادرة، هذا يكون بسبق المعلم للطلاب بالقراءة الخاصة والمركزة، وهذا أيضا نسميه التلقين، وهي طريقة قديمة جدا وهي الأساس في التعليم. هكذا تلقى القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهذه الطريقة تنفع أكثر مع المبتدئين، مع صغار السن، مع الأميين وغير الناطقين بالعربية. فيبدأ المعلم يبادر، إذا أخطأ يبادر الطالب بقراءة الكلمة مباشرة بطريقة صحيحة. هناك أسلوب آخر وهو أسلوب المناقشة، وهذا يعتمد على طريقة حل المشكلات، أن يجعل الطالب هو الذي يكتشف خطأه بنفسه. مثلا لو قرأ الطالب أخطأ في حركة أنفسهم في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قرأها خطأ أنفسهم هكذا. طيب يبدأ يقول له أعد القراءة، فيبدأ بالتنبيه المطلق، ثم يقول له إذا لم ينتبه للخطأ يقول له أعد القراءة وانتبه للكلمة
التي بعد كلمة المؤمنين، تنبيه محدد. ثم يقول له: ما الحركة التي على السين؟ اقرأ حرف السين بالفتح ثم الضم، أيهما أصح، بالضم أم بالفتح؟ وهنا يناقشه في الإعراب، ولذلك هو هذا يأتي دور تعلم قواعد اللغة العربية. ثم أخيرا يقول له: اقرأ الآية كاملة، ويتأكد أنه قرأ الآية خالية من الأخطاء. من الأساليب أيضا أسلوب التهجئة أو التجزئة، بأن يقرأ الكلمة حرفا حرفا ما عدا الحرف الساكن فيقرأه مع الحرف الذي قبله، ذلك في حال توالي حركات أو في الكلمات الطويلة التي تتجاوز 7 أحرف. مثال: أنلزمكموها، كلمة طويلة وكثير ما يخطئ الطالب فيها. طيب كيف يقسم الكلمة؟ تقطيع الكلمة كمقاطع كالآتي: أنل، أنلزي، أنلزي، مو، أنلزمو، كو، أنلزمو، كو، مو، أنلزمو، كو، مو، ها، أنلزمو، كو، مو، ها. هذه الطريقة بتعالج الاختلاس في الحركات والإشباع في الحركات، وهي أصلاً موجودة في قواعد التهجي المعروفة بالنورانية ونور البيان والتبيان وغيرها، وهي مفيدة جداً في تعلم الأميين والأعاجم والأطفال الصغار. في عدة طرق أخرى كثيرة، مثل استخدام الوسيلة التعليمية كمجسم مثلاً مخارج أو أعضاء نطق الإنسان، أسلوب التقعيد كأن يشرح المعلم القاعدة التجويدية مباشرة، أسلوب الاستشهاد من المتون، وهذا ينفع مع المستوى المتقدم من الطلاب، وأساليب أخرى كثيرة يتسع الوقت لذكرها الآن. أخيراً أذكر بعض الوصايا لمعلم القرآن يراعيها، لابد أن يراعيها حتى تؤتي حلقة التصويب ثمارها. أولاً، أن الأصل في تعليم التلاوة الصحيحة هي التلقين المنضبط الدقيق من معلم سليم الأداء. لابد أن يكون المعلم قبل أن يتصدر للتدريس أو الإقراء أن يكون مؤهلاً بالدرجة المطلوبة حتى يتصدر لهذه المهمة ويحمل هذه الأمانة العظيمة. ثانياً، تصحيح الأخطاء لا يتم جملة واحدة في كل حصة، بل يتناول المعلم قاعدة واحدة يطبقها ويضبطها مع الطالب، ويتغافل عن بقية الأخطاء ويراعي فقه الأولويات كما ذكرنا. ثالثاً، على المعلم مراعاة التدرج في كم القواعد التي يطبقها مع الطالب حسب العمر والمستوى والإتقان والوعي. رابعاً، العبرة في شرح القاعدة التجويدية بتقديمها بشكل مبسط. خامساً، عليه أن يكون مبتكراً دائماً في طريقته، وينوع من أدائه ومن استخدام الوسائل التعليمية والمعينة على التدريب والتطبيق. وأخيراً، المعلم لا يلزم أن يكون شمعة تحترق من أجل الآخرين، بل الأفضل من ذلك أن يكون مصباحاً منيراً، منيراً في نفسه وتاركاً الأثر لغيره. وقبل كل شيء عليه بتصحيح النية وابتغاء الأجر من الله تعالى. جزاكم الله خيراً جميعاً. بارك الله فيك يا أستاذة ريهام، بارك الله فيك، جزاك الله خير لطرح هذا الموضوع، موضوع مهارة التصويب واكتشاف اللحون في تلاوة القرآن الكريم ومهارات هذا التصويب وقواعده، جزاك الله كل خير. لعل عندنا، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم جميعا يا رب العالمين. آمين. الأستاذة الدكتورة حسنان شكري تقول: بوركتم سيدتي الكريمة ونفع الله به، بعض طالباتي يقعن في لحون خفية كثيرة، فغالبا ما أخاف أن تضعف همتهن عندما أصحح كل الأخطاء، فهل من طريقة تدريجية للتعامل مع من كثرت أخطاؤهن، خاصة وأن أغلبهن غير ناطقات باللغة العربية؟ كما ذكرنا، يعني لابد أن يكون هناك تدرج، يعني نركز على الخطأ كل حصة نصححه حتى لا يشعر الطالب بالخوف أو الملل، أو ممكن يكره يعني والعياذ بالله يعني أن يحضر حصة القرآن. فيعني الدين يسر، ومعلم عليه أن يسر على الطالب ولا ييأس، عليه أن يصبر عليه حتى يعلمه ويصل، يعني إذا لم تنفعه مع طريقة يجرب طريقة أخرى وهكذا، يعني حتى يعني يستطيع أن يصحح اللفظ ويتقن هذا الطالب القراءة. نعم. الأستاذة الأخت الفاضلة دكتورة هدى جاسم أيضا تسأل: السلام عليكم، لو تكرمتم، ما هو قصدكم في كلمة أسلحتكم عندما قلتم لا يكون النبر على الحاء، وهل الحاء هذا هنا موضع النبر؟ بارك الله. الصوت فيه شوية
نعم، موضوع المثال الذي ذكرتيه حضرتك، تقول أخت هدى أين موضع النبر في أسلحتكم؟ معذرة الدكتور حبي، تقريبا الصوت فيه مشكلة. خير إن شاء الله، أنا أسمع صوتك بشكل واضح، تسمعيني الآن؟ نعم، ما سمعت السؤال. السؤال من الأخت هدى، ما قصدكم في كلمة أسلحتكم عندما قلتم أسلحتها لا يكون النبر على الحاء، هل الحاء هنا موضع النبر؟ بارك نعم، النبر مقصود، ما المقصود بالنبر؟ يعني في هذه الكلمة تحديدا. نعم نعم، الاختلاس هو الخطأ، هو اختلاس الحركة، يعني إعطاء زمن حركة أقصر من حركة. طبعا الحركات كلها متساوية، يعني فتحة كسرة اللام متساوية مع فتحة الحاء مع زمن كسرة التاء. طيب الطالب أخطأ، قال أسلحتكم. طيب خلينا نشوف الفرق مع بعض، أسلحتكم أم أسلحتكم، ما هو الصواب، الأولى أم الثانية؟ الثانية. نعم الثانية. طيب خلونا نشوف يعني هذا الأداء كيف يكون صحيحا. فهو في ضغط بسيطة، نبر هو الذي يعني النبر خاطئ، أن ضغط الطالب على حرف الحاء بدل من يضغط على حرف التاء، فقال أسلحتكم. الحرف الصواب أن يضغط الطالب على الحرف الذي قبل الضمير، هي كم، أسلحتي كم، يضغط على أسلحتي كم، ليست أسلحتكم. نعم يعني نعم. لأخذ سهيل سؤال لكن ما لم أفهمه بصراحة، هناك أخطاء ما يوافق الرسم العثماني، كيف يمكن معالجتها خاصة مع كبار السن؟ هل مقصود بمثلا الصفر مستطيل، الصفر مستدير، هذه الأمور، أولئك مثلا، أولئك أولئك يعني ربما. طيب على كل حال ممكن نجيب على الشق الثاني أو ما فهم من سؤال، كيف التعامل مع الأخطاء التجويدية الأدائية مع كبار السن؟ نعم طبعا هو طريقة التلقين، خاصة لما يكون كبار السن، يعني التلقين هو اللي بيكون أنسب طريقة لهم يعني. فالمعلم يلقن هذا الطالب كبير السن الآيات حتى يصل معه إلى الأداء الصحيح. طيب إذا كان عنده معرفة بالتجويد على حسب المستوى، يبدأ يعني يعطيه يعني على حسب مستواه بطريقة يسيرة، يشرح له الأحكام ببساطة، يبدأ مثلا بأحكام النون معه، بالمدود حتى تستقيم القراءة، الأساس هو أحكام النون والميم والمدود. فيبدأ يعني واحدة واحدة يعطيه الأحكام ويشرحها له، ويطلب منه الاستماع إلى الشيوخ المجودين أيضا، يقلد ويحاكي صوت الشيخ، والمعلم أيضا يعني يعني يكون عنده جهد أكبر. نعم. في مع هؤلاء الطلاب يعني. نعم. سيعطيهم جهد أكبر في من وقته يعني، ويصبر عليهم. بارك الله فيك يا أستاذة ريهام لهذا. نعم. الطرح الطيب وهذا الأداء ممتاز في طرحك وفي تبويبك وتنسيقك للموضوع، ما شاء الله، يعني جزاك الله خير، أحسنتي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ونفع بكم إسلام المسلمين، جزاكم الله خيرا جميعا. وضحت لنا مفهوم مهارة تصويب التلاوة، خصائص هذه المهارة، لماذا نصحح التلاوة، كيف نتعامل مع الخطأ من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية التربوية، قواعد تصويب الخطأ واللحن عند تلاوة القرآن، مراحل تصحيح التلاوة. فجزاك الله كل خير وبارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أني أزيد بارك الله فيكم، وإن شاء الله الله بكم يا رب العالمين، المعالي دائما إن شاء الله أستاذ ريهام، إن شاء الله جزاكم الله خيرا. أكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور، موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نرى وجهك يا شيخ عبد الغفور. سبحان الله، حياك الله، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. الصورة لا أدري، أي الكاميرا غير واضحة. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، وبعد قليل إن شاء الله نسعد بلقاء الأستاذة رحاب ندى وكذلك فضيلة الشيخ علي محمد رضوان، حياكم الله جميعا. لعلي أبدأ مع الأستاذة رحاب. السلام عليكم أستاذة رحاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور رحابي. أهلاً وسهلاً ومرحبا بكم، حياكم الله، وأشكرك مرة ثانية على حضورك معنا ما شاء الله. بارك الله فيكم، وأنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه الدعوة المباركة، وربنا يبارك فيك يا دكتور رحابي، وجزاكم الله كل خير على كل الدعم الذي تقدمه لنا، بارك الله فيكم. آمين جميعاً. أستاذة رحاب ندى طالبة ماجستير في الأداء القرآني، وتحمل دبلومة إعداد معلمين، وأيضاً معها شهادات وإجازات في القرآن الكريم، أسأل الله تعالى أن يحفظها
وأن يبارك فيها وأن ينفع بها ويزيدها همة في طلب العلم، وهي قدوة ونموذج في الهمة العالية وفي الدعوة إلى الله تعالى. بارك الله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا دكتور رحيلي. اليوم أستاذة رحاب ستحدثيننا عن موضوع مهم جدا، في موضوع اللهم صل على النبي، تدريس أحكام التلاوة، تدريس أحكام التجويد، أحكام القرآن الكريم للناطقين بالعربي ولغير الناطقين بالعربي. وحضرتك تعيشين في أمريكا وتعلمين القرآن الكريم لمن ينطق بالعربية ولمن لا ينطق بالعربية. صحيح. فماذا تحدثين عن هذا الموضوع المهم جدا لكل معلم ومعلمة قرآن، خصوصا من يعيشون في الغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى دكتور رحابي، المداخلة ستكون بخصوص طرائق التدريس في شرح التجويد للوصول لمرحلة الإتقان في الأداء القرآني، وخاصة لغير الناطقين باللغة العربية. يعني الطرائق التي سوف أقوم بالإشارة إليها بإذن الله تعالى ممكن استخدامها للناطقين باللغة العربية، ولكن في الأساس هذه الطرائق ستكون خصيصا لمن هم في الخارج ومن يدرسون الغير ناطقين باللغة العربية. فبداية يعني سأبدأ الحوار بمقدمة بسيطة وبعض التنويهات السريعة جدا، ثم أدخل مباشرة إلى الطرائق التدريسية بإذن الله تعالى. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، ورضي الله عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على عباد الله الصالحين الذين اصطفى. أما بعد، فقد بشر رسولنا الكريم من اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث يتعلق بفضل العلم والترغيب فيه وشدة حاجة الناس إليه ووجوب الإخلاص في طلب العلم والتوجه إلى الله تعالى في ذلك وعدم إرادة عرض الدنيا. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يعيننا على تعلم القرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن على النحو الذي يرد الله ورسوله، اللهم آمين. دكتور رحابي، يعني قبل الخوض والتوسع في طرائق تدريس علم التجويد والأداء القرآني للناطقين بغير اللغة العربية، رأيت أنه من المناسب عرض بعض التنويهات الخاصة بطرائق التدريس في مجال اللغات بصفة عامة حتى تتضح الرؤية تباعا بخصوص هذه الطرائق التدريسية ومدى توافق استخدامها في تدريس علم التجويد وإتقان وتحسين الأداء القرآني للناطقين بغير اللغة العربية. الطرائق التي سوف أقوم بعرضها دكتور رحابي أساسا طرائق جربت واستخدمت في مجال تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، ولكن سبحان الله، يعني بعد دراستي لهذه الطرائق وبعد استخدامي لها في تعليم القرآن وجدت مدى أهميتها في تعليم التجويد وخاصة لغير الناطقين باللغة العربية. فدعني بس بداية يعني أذكر بعض التنويهات لترتيب الأفكار ثم أنتقل مباشرة إلى الطرائق بإذن الله تعالى. أولاً، علينا أن ندرك أن طرائق التعليم ليست خاصة بلغة معينة، ولكنها طرائق عالمية استخدمت في مجال تعليم اللغات الثانية وتعليم اللغة كلغة أولى. لذلك يجب الاستفادة من هذه الطرائق التعليمية العالمية المختلفة في تعليم كتاب الله تعالى للناطقين بغير اللغة العربية، للوصول بهم لمرحلة متقدمة من إتقان كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا. ثانيا، الطرائق التي سيتم عرضها لاحقا اقترحت وجربت في ميادين تدريس اللغات كلغات أساسية أو كلغات ثانية وأثبتت نجاحا عند تطبيقها. ثالثا، الطرائق التدريسية المختلفة لا تستخدم بشكل موحد في كل اللغات، وإنما طورت هذه الطرائق لتناسب كل لغة على حدة. وبعد اطلاعي على هذه الطرائق وتجربتها على مدار سنوات، أرى أنه من المهم أن يطلع عليها معلم القرآن وأن يستفيدوا منها في رحلتهم في تعليم التجويد وتحسين الأداء القرآني للناطقين بغير اللغة العربية.
بتعدد الطرائق التعليم، كثرة المناقشات حول أي الطرق أفضل. دائما يا دكتور رحابي يعني يسألني المعلمين والمعلمات أي الطرق أفضل، دائما أتحدث عن الطرق وكيفية استخدام هذه الطرق للوصول بطالب متقن للقرآن، فدائما أقول هذا السؤال خطأ من البداية، لا نستطيع أن نقول أي الطرق أفضل، ولكننا يجب أن نصيغ السؤال بطريقة أي الطرق أفعل. ففعالية الطريقة تتضح بتحقيق أهداف معينة في وقت معين وفي مواقف معينة، فأحسن وأفعل طريقة هي الطريقة الناجحة في الوصول إلى الأهداف المرجوة، ومقياس ذلك هو مدى طلاقة الدارس استماعاً وفهماً ونطقاً وقراءة للمادة التجويدية أو المادة العلمية المقدمة له. فمعلم القرآن الكفء هو من يستطيع أن يصبغ أساليب الطريقة التي يستعملها بصبغته ويغير منها ويعدل فيها لتتناسب مع الأهداف التي ينبغي تحقيقها. فالطريقة الناجحة والأكثر فاعلية هي الطريقة التي تتناسب مع مستوى الدارسين وتتناسب مع أعمارهم وتتناسب مع خبراتهم السابقة وحاجتهم المستقبلية. بمعنى أنا دلوقتي لو عندي طالب عايز يتعلم تلاوة القرآن، فأنا الطريقة الأفعل لتعليم قراءة القرآن ستكون الطريقة القراءة. هناك طريقة تسمى طريقة القراءة لها أساليب معينة ولها طرق معينة. عندما يأتي طالب يريد أن يحفظ القرآن، ما هي الطريقة التي يجب أن أستخدمها مع طالب غير ناطق باللغة العربية، غير ملم باللغة العربية كلغة ويريد أن يحفظ القرآن؟ فتنوع هذه الطرائق يعني في مجال اللغة العربية واستخدامها بعد ذلك في مجال تعليم القرآن إن شاء الله يعني سينتج لنا طلابا يعني حافظين ومتقنين لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فهناك طريقتين دكتور رحابي أساسيتين في تعليم اللغات، وهي الطريقة التقليدية والطريقة المباشرة أو الطريقة التفاعلية. إذا أخذنا بالقياس الطريقة التقليدية أولا في تعليم القرآن وتعليم التجويد، سنجد أن الطريقة التقليدية طريقة يعني قاسية وطريقة جافة جدا لاعتماد المعلمين فيها على الطريقة الأكاديمية وما هو مكتوب في الكتب. أنا إذا جاء طالب لي لكي يحفظ القرآن سأحفظه القرآن كما هو مكتوب في القرآن طريقة تقليدية. يريد أن يحفظ متنا من المتون في طريقة يعني يحفظ المتن ويحفظ الشروح الخاصة بهذا المتن بطريقة أكاديمية بحتة وطريقة تقليدية بحتة. صراحة في مجال تعليم القرآن لغير الناطقين اللغة العربية وخاصة إذا كان الطالب غير متقن للغة العربية، الطريقة التقليدية في شرح القواعد التجويدية كانت طريقة عقيمة جدا ولم تأتي بأي نتائج مثمرة. ثانيا بعد الطريقة التقليدية هناك طريقة تسمى الطريقة التفاعلية، وانبثق من هذه الطريقة عدد من الطرق. من هذه الطرق عندنا الطريقة السيكولوجية والطريقة الصوتية والطريقة الطبيعية والطريقة المباشرة. أما بالنسبة للطريقة السيكولوجية، الطريقة السيكولوجية تقوم على أساس التركيز على الناحية النفسية للدارسين ومراحلهم العمرية، وتركز على المنع التام لاستخدام أي لغة وسيطة. هذه الطريقة ناجحة جدا في تعليم الصغار، صغار السن ابتداء من سن 5 سنوات إلى سن 10 سنوات. استخدامنا فيها بيكون مجرد التركيز على القاعدة القرآنية. إذا كان الطالب يريد أن يتعلم القراءة، إذا كان الطالب يريد أن يبدأ في تعلم الحروف، فالطريقة السيكولوجية على حسب اهتمام الطالب يعني بالمعلومة المقدمة له، ليست هناك يعني حاجة لاستخدام لغة وسيطة. يعني أنا مثلا أكون ألف انطق ألف، سيتعلم مني بعض الكلمات العربية، ما فيش أي احتياج هنا لأي لغة وسيطة. هذه الطريقة لاقت نجاحا مع الطلاب الصغار، ولكن مع الطلاب كبار السن كانت بصراحة طريقة غير مجدية على الإطلاق، لأنها اكتشفت أن الطلاب الكبار السن يريدون يعني معلومات أكثر ويريدون استخدام اللغة الوسيطة أكثر أثناء استخدام الطريقة السيكولوجية. ثم نأتي بعد ذلك للطريقة الصوتية.
الطريقة الصوتية هذه طريقة فعالة جدا في تدريس التجويد والأداء القرآني لكل من الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها في جميع الفئات العمرية، حيث أنها تعطي للدارسين القدرة على تعلم الأصوات ومخارج الحروف العربية بطريقة صحيحة، مما يساعد على ضبط وتحسين الأداء القرآني. صراحة يعني هذه الطريقة من أحب الطرق إلى قلبي، لأنها بتعطيني يعني مساحة لشرح مخارج الحروف ولشرح الجهاز الصوتي، وطبعا هنا أنا يجب أن أستخدم اللغة الوسيطة، لا أتحدث باللغة العربية على الإطلاق، لأن معظم الدارسين لا يفهمون اللغة العربية على الإطلاق، مجرد أنهم يأتون نريد أن نقرأ القرآن، كل ما يريدوه هو قراءة القرآن. فالطريقة الصوتية انفردت بالتعليم الصوتي المبني على أسلوب علمي حديث، فبتطور الدراسات الصوتية في النصف الثاني من القرن العشرين أصبح معلمو اللغات الأجنبية ذو قدرة على استخدام هذه الطريقة فيما يتصل بميكانيكية إخراج الأصوات المشكلة لدى دارسي اللغة الأجنبية المتعلمة، ومن هذا المنطلق نشأت الطريقة الصوتية. معلم القرآن كيف له أن يستفيد من هذه الطريقة؟ في بعض نقاط كده سأطرحها سيستفيد منها معلم القرآن إن شاء الله تعالى عند استخدامه الطريقة الصوتية. أولاً، الالتزام بالتركيز على الممارسة الشفهية وصولاً لإتقان مخارج وصفات الحروف. ثانياً، يجب على معلم القرآن تدريب الدارسين على نطق كل الأصوات بطريقة علمية من خلال دراسة الجهاز الصوتي وطريقة إخراج الأصوات، هذا إلى جانب تعلم نطق الحروف من حيث مخارجها وأصواتها. وهنا أيضا على معلم القرآن الالتزام أثناء الشرح الصوتي في زي ما قلت قبل كده باللغة الوسيطة. ويجب أن يركز معلم القرآن على تعليم الدارسين التفريق استماعا ونطقا بين الأصوات ذات الاختلاف كأصوات الإطباق وما شابهها من الأصوات المرققة مثل السين، الصاد، الدال، الضاد، التاء، الطاء، الذال، الظاء. يكون هناك ممارسة وتدريبات دائمة مع الدارسين على مثل هذه الحروف حتى يتم إتقانها. وكذلك الأصوات المشكلة، عندنا أصوات مشكلة، تعرف ما هي الأصوات المشكلة في اللغة العربية دكتور رحابي بالرجوع إلى اللغة العربية ليس في التجويد؟ نعم، هناك أصوات مشكلة عند الناطقين بغير اللغة العربية. نطرح هذا السؤال على الأخوة والأخوات في البث. نعم، فأنا لن أجاوب على هذا السؤال الآن، ولكن هناك أصوات مشكلة عند الناطق بغير اللغة العربية وبنأخذ فيها وقت طويل وصعب جدا حتى يتقن هذه الحروف، وذلك يعني الأصوات المشكلة هذه يعني بنكثر التدريبات فيها، زي مثلا عندما نقول كلمة تابة أور طابة، تابة أم طابة، عندنا حرفين التاء والطاء، عندنا ذلة وظلة، عندنا خالق وغاصق، عندنا حرما وهربا. فهذه الأصوات المشكلة على معلمي يعني التجويد التركيز فيها حتى يستطيع الطالب النطق الجيد لهذه الحروف. على معلم الأداء القرآني ومعلم التجويد الاهتمام بالجانب الصوتي للأصوات متجاورة المخارج والعمل على أن يتقنها المتعلم وينطقها نطقا صحيحا مثل حروف الباء والواو والفاء والثاء والميم. يتم تعليم الدارسين النظام فوق الصوتي بهذه الطريقة على كيفية نطق بعض الحروف بالضغط على حروف معينة أثناء قراءة القرآن، وده اللي احنا بنعرفه باسم النبر. فالطريقة الصوتية تعتبر من الطرق يعني المهمة جدا في تعليم التجويد، وذلك لاهتمامها بالجانب الصوتي وبالجانب الخاص بمخارج الحروف. تأتي بعد ذلك في الطريقة التفاعلية طريقة تسمى الطريقة الطبيعية أو الطريقة المباشرة. دكتور رحاب، يعني إذا نظرت إلى كتاب القاعدة النورانية أو القاعدة الذهبية أو نور البيان أو القاعدة البغدادية، كل هذه الكتب بتعتمد اعتماد كبير على الطريقة التقليدية، هي طريقة جافة. طبعا هي كتب رائعة جدا وأثبتت نجاحات رائعة، ولكن من التجربة عند استخدام هذه الكتب مع غير الناطقين باللغة العربية صراحة أجد أن هناك يعني نقص كبير جدا في التدريبات.
يعني ليس هناك كمية كبيرة من التدريبات والتفاعل في التدريبات حتى يتقن الطالب القراءة المتقنة. ولذلك عندما جاءت الطريقة الطبيعية والطريقة المباشرة هي مجرد تجديد للطريقة التقليدية، بمعنى أن الطريقة التقليدية ما زلنا ممكن نستخدمها في الأشياء الخاصة بالناحية الأكاديمية البحتة، ولكن عندما يكون الحاجة لتدريبات كثيرة فنحن الآن بصدد التحدث عن الطريقة الطبيعية أو الطريقة المباشرة، وفيها يكون المعلم على أريحيته تماما مع الطالب، يعني بيشرح الدرس اللي هو المطلوب ان الطالب يفهمه، ولكن يستطيع باسلوب محبب وباسلوب شيق وباستخدام تدريبات كثيره من اماكن كثيره، والعمل على ان يستطيع هذا الطالب النطق السريع وان يستخدم جميع حواسه، يستخدم الناحيه الحاسه السمعيه، يستخدم الحاسه البصريه، يكون هناك تدريبات متواصله على يعني القاعده المدروسه. ولذلك فان الطريقه الطبيعيه والطريقه المباشره تعتبران يعني مهمتين جدا 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 في تجديد الطريقة التقليدية أو الطريقة الأكاديمية. فدي ضمن الطرق عند يعني تعليم الغير ناطقين باللغة العربية، يعني أنا أنصح بها جدا. يعني أوقات سبحان الله دكتور رحابي احنا كمعلمين قرآن بنحتاج ان احنا نوصل المعلومة بطريقة أكاديمية بحتة، ولكن سبحان الله عندما يأتي إلينا مثلا مسلم جديد أو عندما يأتي إلينا شخص مسلم ولكنه لا يعرف شيئا عن اللغة العربية على الإطلاق، فلن أستطيع أن أوصل له المعلومة التجويدية بطريقة أكاديمية مملة أو بطريقة أكاديمية قاسية. احنا نبدأ بالبداية معه على أنه يعني نحببه في القرآن ونعطيه القاعدة القرآنية أو الدرس القرآني بطريقة سهلة ومحببة، لأنه مع مرور الوقت يعني أنا من التجربة الشخصية صراحة أنا كان يبدأ معي من الطلبة والطالبات يعني الغير ناطقين باللغة العربية من الصفر منهم والله يا دكتور رحابي من سافر مصر يعني علشان يعني يكمل التعليم في الأزهر. فهي فكرة استخدام الطريقة والأسلوب جيد مع الطلاب وخاصة الطلاب يعني غير الناطقين باللغة العربية شيء مهم جدا عند تعليم القراءة أو تعليم التدريب. نعم أستاذة ريحاب جزاك الله خير، ما شاء الله الموضوع شيق ومحتاجين نتابع فيه أكثر لأنه هو طويل جدا. نعم. يعني كما تتذكر دكتور رحابي يعني كان هذا الموضوع ضمن بحث الماجستير، ولكن نعم. بحث الماجستير كان مع المقدمة الجزرية، ولكنني أخذت يعني جزء بسيط جدا خاص بالطرائق التدريسية. جزاك الخير. لو بكلمة يعني بأقل من دقيقة ماذا تقدمين نصيحة لإخوانك وأخواتك المعلمين للقرآن الكريم؟ والله يا دكتور رحابي أنا عندي توصيات عامة وعندي توصيات خاصة. يعني التوصيات العامة أولاً على معلم القرآن أن يضع في الاعتبار عند تدريسي التجويد المباحث الصوتية الجديدة التي ظهرت في العصر الحديث والتي تتعلق بجهاز النطق وتركيب وأصوات اللغة، والتي لم تكن ضمن الموضوعات التي عرضها علماء العربية القدامى وعلماء اللغة والتجويد. ويرجع ذلك إلى أنه في الماضي كان الاهتمام ينصب على التلقين الشفهي الذي أغنى عن تدوين هذه العلوم الصوتية الخاصة بحسن الأداء، ولذلك لم يفرد علماء التجويد في كتب التراث أبوابا لها، وكذلك لم يأتي في المقدمة الجزرية ذكر لها أو إشارة إليها. أيضا على معلم التجويد الإلمام بموضوع عيوب النطق وإصلاحها عند الدارسين حتى يحسن له التعامل مع الحالات التي يصادفها في أثناء عمله، وعلى معلم التجويد أن ينتبه لنطق المتعلمين لديه وأن ينتبه إلى الظواهر الصوتية الخاصة باللهجات المختلفة والخاصة باللحون حتى يتمكن من مساعدة الدارسين على التمكن من النطق الصحيح والتخلص من تلك المشكلات الأدائية. هناك توصيات يعني مخصوص للمعلمين والقائمين على المراكز القرآنية يعني إن شاء الله تعالى يعني تؤخذ في الاعتبار، وهي إنه هو على القائمين على مراكز تعليم القرآن ومعلميه التيسير على طلبة العلم وعدم رفض أي طالب بسبب أنه ليس حافظا للقرآن. فمن سعى للتقديم في معهد أو مركز قرآني ومن ذهب لشيخ لكي يتعلم ليس بالضرورة أن يكون متقن أو حافظ في البداية، فبشاشة الوجه والترحاب بطالب العلم
من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها معلم القرآن وليس العكس. فمرحبا بطالب العلم، كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان. وعلى معلمي القرآن والقائمين على المراكز القرآنية أن ينقشوا هذه الكلمة على صدورهم وفي قلوبهم ويفسحون لطالب العلم في مجالسهم ويقدرون توجههم لطلب العلم وانقطاعهم لتحصيله. أخيرا دكتور رحابي، علينا أن نعلم أن الأصل في طلب العلوم الشرعية هو المشافهة والتلقي المباشر، فمن كان شيخه كتابه فاق خطأه صوابه. فيجب على طلاب ومعلمي القرآن والعلوم الشرعية الحرص الدائم على تطوير الذات من خلال حضور الدورات التدريبية التي تساعد على ثقل المهارات، كذلك يجب عليهم الجد في الاستذكار والمراجعة والتحصيل. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويكرمك، إن شاء الله نتابع في هذا الموضوع لاحقا في تفاصيل أكثر وفي يعني معارف ومهارات أكثر إن شاء الله في معلم القرآن الكريم إن شاء الله. الله يجزيك الخير، أشكرك مرة ثانية أستاذة رحاب على هذا الطرح الرائع وهذا التنظيم الطيب لهذه الأفكار، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك، وإلى ملتقى آخر إن شاء الله قريبا بإذن الله. إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا كثيرا دكتور رحمة. السلام عليكم شكرا. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الآن فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور عبد الغفور بدوي، حياك الله يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مرحبا مرحبا بكم، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. عليكم المعذرة، تأخرت عليكم شوي، ومعنا الشيخ علي رضوان أيضا. يعني نسعد به. فآداب حملة القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور عبد الغفور بدوي، ماذا يجمل لنا ويلخص لنا في هذا الأمر؟ ولعلنا نتابع إن شاء الله في هذا الموضوع في لقاءات أخرى، لأنه آداب حملة القرآن الكريم موضوع طيب ومهم، وينبغي أن نذكر به يعني دائما إخواننا وأخواتنا، ونذكر أنفسنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في شيخنا الحبيب الشيخ عبد الغفور، من خلال خبرتك وإقراءك للقرآن الكريم وعملك في مجال الدعوة إلى الله تعالى ومجال التعليم، ماذا يمكن أن تقدم لنا الآن في هذا الموضوع الطيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بشهر الصيام، ونقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا الله عز وجل على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. ثم إني لأشكر إدارة الجامعة الأمريكية المفتوحة قسم الأداء القرآني على إتاحة هذه الفرصة، وأخص بالشكر أستاذنا فضيلة الدكتور رحابي على هذا الاهتمام والمتابعة والتواصل، فجزاكم الله عنا كل خير. وسأدخل بالموضوع مباشرة لأنه بقي تقريبا ربع ساعة على الأذان المغرب للإفطار. سنتذكر إن شاء الله بمعيتكم ومع حضراتكم في هذه العجالة إن شاء الله بعض آداب حملة القرآن وآداب المعلم والمتعلم. أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأول ما ينبغي للقارئ والمقرئ معا أن يقصد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى والإخلاص بهذا العلم والتعليم. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات هو أصل من أصول الإسلام. وعن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص
إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من هذه المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، عافانا الله وإياكم من الشرك ومن الأعمال لوجه الناس، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو جاه أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. وينبغي ألا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة أو غير ذلك، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه، يعني بمعنى أن يكون خالصا لله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة كما تعلمون ريح الجنة الطيب. ومن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاسر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال في رواية كعب بن مالك: أدخله النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه رضي الله عنه، أن لا ينسب إلي حرف منه، يعني أن يكون خالصا لله عز وجل ولا يذكر معه الإمام الشافعي على عظمته رحمه الله تعالى. ومن آدابه أن يكون أكمل الأحوال وأكرم الشمائل في هذا الطالب للعلم ولحامل القرآن العظيم، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب شريف النفس، مرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة وبقار، وأن لا يكون كسبه من قراءته طمعا وسؤالا للناس. عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. فقد جاء عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق فاستقيموا،
واستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس. وأما بالنسبة لأخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء ومنهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، إن لم يشترط هذه الأجرة فيجوز، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني بصومه، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ومما ينبغي على طالب العلم أيضا عموما وحامل القرآن خصوصا الطهارة الحسية بالغسل من الجنابة وغيرها، وأن يكون على وضوء، وإذا أراد قراءة القرآن أن لا يمسه إلا وهو طاهر، قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومن الآداب الظاهرية أيضا التطيب ونظافة المكان ولبس الثياب التجمل، وتنظيف الفم بالسواك، واستقبال القبلة، والجلوس بالسكينة والوقار، والقراءة على ترتيب المصحف، ويمسك عن القراءة إذا عرض له تثاؤب حتى ينقضي تثاؤبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وينبغي على متعلم القرآن التأدب مع كتاب الله عز وجل، فلا يجعله في مكان مهان، ولا يحمله تحت إبطه، ولا يتكئ عليه، ولا يجعله تحت الكتب، ولا يتوسده، ولا يرميه عند وضعه أو مناولته لصديقه، ولا يمد رجليه نحوه، ولا يستعمل الشمال في تناوله أو أخذه، ولا تصغير اسمه، وألا يقول سورة صغيرة. قال الشعبي: تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور. والحشوش جمع حش، وهو الكنيف، موضع قضاء الحاجة، وهي محتضرة يحتضرها الجن والشياطين. وعن أبي ميسر قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب. وأما القراءة في الطريق المختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس حتى لا يخلط في قراءته. وسأختصر إن شاء الله. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليحذر المتعلم من الخوض في غيبة العلماء والخوض مع الخائضين فيهم، لأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. وأيضا ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة، وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. فقد ورد عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وأن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بولده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع لهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأختصر أيضا: ومن آدابه المتأكدة ما يعتني به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبس، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، وأن يقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. وهذا في حق العالم والمتعلم، في حق الشيخ والمريد، في حق السامع والقارئ. ومن آدابه المتأكدة ما يعتني بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة إلا إذا كان هناك ضرورة. ومما يتأكد للمعلم أن يتحلى بالصبر على الابتلاءات أيضا. وأيضا يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يعني أن يكسب وقته كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. ثم أختم الكلام إن شاء الله بقول الشاعر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. يعني يجب على مقرئ القرآن أو قارئ القرآن أو المتعلم أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وينبغي على المتعلم أن يترك المحرمات بل اجتناب الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الحديث معلوم لديكم. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في قول منسوب له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وهذا أمر مهم جدا، أن يبقى قلبه مع الله عز وجل، أن يبتعد عن المعاصي، أن يبتعد عن الشبهات، أن يبتعد عن أكل الحرام. وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وأخيرا الوصية الأخيرة والمهمة جدا: أن يكون له ورد دائم من القرآن الكريم، ولو صفحة أو صفحتين أو خمسة أو عشرة، أو كما قال مشايخنا: من قرأ الخمس لم ينس. دائما يكون له ورد إن شاء الله في القرآن الكريم، وأن يتمعن بهذه الآيات، وأن يتفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ومن الأوراد المأسورة أيضا، يكسر من الأوراد المأسورة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأهمها الاستغفار. الاستغفار وأعلاها وأهمها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا اللقاء، وتقبل أيضا الإفطار. تفضلوا افطروا معنا. وإفطارا هنيئا وصياما مقبولا إن شاء الله يا شيخ عبد الغفور. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور بدوي من البرازيل، قائم على ثغر من ثغور الدعوة والتعليم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم ويرعاكم وينفع بكم إن شاء الله. حديث طيب عن آداب حملة القرآن، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به، وأن يتخلقوا بخلق القرآن الكريم. آمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا، وإلى لقاء بإذن الله تعالى. حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، حياكم الله. الآن معنا فضيلة الشيخ علي رضوان. حياكم الله شيخنا الحبيب. حياكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فضيلة الشيخ علي رضوان، أثقلنا عليك بالانتظار، لكن جزاك الله خير وبارك الله فيك. أنا مستمتع من العلماء والمشايخ الذين سبقون، ربنا يجعلهم من حسناتهم إن شاء الله. سبقونا بالإيمان والعلم إن شاء الله. يا سيدي أنتم أهل الخير وأهل العلم والإيمان، ما شاء الله، بارك الله فيكم. حتى لا أطيل عليكم، الله يكرمك يا شيخنا الحبيب. فضيلة الشيخ علي ما شاء الله حاز على ماجستير الأداء القرآني، وفي طور الدكتوراه الأداء القرآني إن شاء الله، وهو إمام ومعلم وداع إلى الله سبحانه وتعالى، يقضي وقته وعمره في تعليم القرآن الكريم. اليوم حديثنا مع فضيلة الشيخ علي رضوان عن
مباحث تجويدية خاصة، فماذا تحدثنا عن بعض هذه المباحث شيخنا، كالروم والإشمام أو غير ذلك من الأشياء الدقيقة التي ربما يجدر تسليط الضوء عليها؟ تفضل شيخنا حتى لا أطيل عليكم مباشرة بإذن الله تعالى، والوقت لكم ما شئتم أن تأخذوا من الوقت، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزي خيرا هذه الجامعة المباركة وهذا القسم الطيب، وعلى رأسه يعني شيخنا الأستاذ الدكتور رحابي محمد، أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة لنكون في صفاف الذين يعني كتبهم الله سبحانه وتعالى من القرآن، اللهم آمين. ندخل مباشرة إلى الموضوع. كما قلت فضيلتك أنه هذه مباحث دقيقة، وأنا فعلا أعتبرها دقيقة، وهي يعني سهلة النظرية والدراسة، لكنها تحتاج إلى انتباه في تطبيقها. ولذلك يعني يحتاج قارئ القرآن إلى أن يتلقاها شفاهة من الشيخ مباشرة. يعني إذا كنا نتكلم مثلا أولا عن موضوع الروم، اسمه الروم وليس الروم، اسمه الروم، إذا كنا نتكلم عنه قال عنه العلماء بأنه حكم سماعي، حكم سماعي، والحكم السماعي هذا يعني لا يرى لكنه يعني يسمع، فلذلك لابد أن يتعلم مشافهة من الشيخ. فمثلا إذا تكلمنا عن الروم قال العلماء عن تعريفه بأنه الاتيان بثلث الحركة، الاتيان بثلث الحركة. وقبل أن ندخل مباشرة في هذا الموضوع بعمقه نود أن ننبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه الـ 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 الوقوف على السكون هو الأصل، يعني الوقوف بالكلمة على السكون هو الأصل في كل شيء، السكون المحض أو السكون الخالص هو الأصل. ثانيا أنه العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانوا لا يقفون على متحرك ولا يبدأون بساكن، كانوا لا يقفون على، في القرآن الكريم يعني في القراءة، لا يقفون على متحرك ولا يبدأون بساكن، ولذلك إذا وقفوا يقفوا بالسكون، والسكون محض أيضا، وتعددت أسماء وصفاته مثلا سكون عارض وكذا، لكنه هو السكون حتى يقفوا عليه وحتى تبقى اللغة بليغة وقراءة القرآن سهلة وميسرة. وقالوا أيضا لماذا الوقف بالكلمة على السكون؟ لأنه الأخف خفيف، عندما أقول وأما بنعمة ربك فحدث، هذا أخف من أن أقف عليها بمتحرك ويعني أتكلف فيها. والأصل في القراءة هو يعني السهولة واليسورة وعدم التكلف فيها كما قال علماؤنا الكرام. فالروم هو الإتيان بثلث الحركة. التنبيه الثالث أنه لا روم مع الطول، يعني إذا أردت أن أروم الكلمة لابد أن يكون في القصر فقط لا غير، كما قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه لا روم إلا في القصر، لا روم إلا بالقصر. فمثلا إذا ذكرنا مثلا كلمة الحمد لله رب العالمين، هذا طول ما ينفع مع القصر، ما ينفع مع الروم. ولكن إذا أردت أن أجرب عليه حكم الروم وأنفذ عليه حكم الروم فلابد أن يكون مع القصر، كذا هكذا الحمد لله رب العالمين بهذه الطريقة. أيضا الإتيان بثلث الحركة كما عرف العلماء الروم، علماء القراء يعني. عفوا شيخنا فقط لتوضيح، الروم في الضم والكسر ليس في الفتح، يعني صحيح لا يكون، نعم، يعني إلا إذا كان مثلا الرحيمي، مثلا الرحمن الرحيمي، أو على حركات الضم أو الكسر، فقط للتوضيح أليس كذلك؟ صحيح صحيح، نعم جزاك الله خير. تمام. مثلا إذا وقفنا مثلا على يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، هذه الكلمة كثيرا ما تتداول على ألسنة القراء وقارئ القرآن الكريم، فمثلا نعطيها روم لنبين أنها أصلا ذات كسر، يعني مثلا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك،
والاتيان بثلث الحركه وليس اصطفاك. هذا يعني مدون عند مرتب عند العلماء في هذه في هذا الباب. فالروم يبين ان هناك حركه من استعمالات الروم، انه يبين ان هناك حركه سواء بالضم او بالرفع او بالكسر او بالنصب كما يقولون. وكذلك يخفف عن القارئ الحركات التي قد تاتي مع القراءه والاستئنافها فيما بعد. وكما قلنا انه لا نقف على متحرك لكن نقف على ساكن، وهو الاصل والاخف. بالنسبه لي موضوع الاشمام هو ايضا حكم مرئي، يعني السامع لا يراه، السامع يعني لا يراه الاعمى، يعني لا يراه الاعمى مثلا. في وقالوا عنه في التعريف حكم الاشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف. وننتبه الى كلمه بعيده، يعني ايه بعيده؟ حتى لا ينفصل الحرفين عن بعضهما. نعرف ان الحرف القراني له زمن في القائه وزمن في خروجه وزمن في قراءته. فاذا يعني تكلمنا وقلنا بعد يبقى الموضوع متسع ما ينفع. يعني مثلا اذا جربنا في الكلمه الحفصيه التي اذا صح التعبير يعني في كلمه تامنا، فنقولها بهذه الطريقه: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف هكذا. ما لك لا تأمنا على يوسف. ولذلك قلنا أنه يؤخذ مشافهة مباشرة من فم الشيخ نراه. هذا كنا مندرس الأحكام التجويدية في المعاهد الأزهرية، تجد ان باب كبير جدا جدا مكتوب مثلا 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 يعني الروم او الاشمام، الشرح بتاعي يقول لك الموضوعات وشرحه انظر الى المعلم، ما في شرح، لا نقطه اولى ولا نقطه ثانيه ولا درس ولا، فقط صفحه كامله انظر الى المعلم وهكذا. جميل. نعم نعم. ولذلك التلقين كما ذكرت اختنا الدكتوره ايهاب من قبل، هذا يعني طريق مهم جدا جدا لتعلم القرآن الكريم وقراءته وحفظه ومتانته. وأنا أذكر في هذا الباب أن الوالد رحمة الله عليه لما بعد حفظي أو إكمال القرآن الكريم أرسلني إلى أربعة من أنواع المشايخ، يعني أربعة من أنواع المشايخ، شيخ يعني متقن في قراءة القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، يعني يأتيك إذا وقفت على آية أو على كلمة يقول لك هذه فعل مضارع، هذه منصوبة، هذه مجرورة، لماذا مجرورة، لماذا كذا، فيعلمك يعني البلاغة، بلاغة اللغة في القرآن الكريم. الشيخ الثاني متقن لدرجة أنه لا يعني لا يسمح بنفس أصلا في الخطأ. الشيخ الثالث يعني يعلمك من خلال لسانه ويقول انظر هكذا، انظر انظر، وليس بينه وبين تركه الا رياضه تبرئن بفكه. فكما قلنا انه في بعض الاحكام التجويديه مثل الرومي والاشمام انظر الى المعلم، انظر الى الشيخ، وهذا انا انصح به نفسي اولا، ثم انصح به اخواني الحفظه او القراء القران الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى اجمعنا بهم في مستقر رحمته ان شاء الله. الامر الثاني في حتى هذا هو عنوان البحث الذي كنت تقدمت به في الماجستير، هو تنبيهات من متن الجزرية. أنا أخص بالذكر هنا موضوع إطالة إلقاء الحرف القرآني، خلاص. وكما ذكرنا في البداية أنه في بعض الأحكام سهلة النظر، يعني صرنا نحن نشرحها نظرياً، لكنها تحتاج إلى انتباه في نطقها. يعني مثلا المد القصر أو المد الطبيعي، كلمتين المد الطبيعي لأنه أصل الكلمة أو طبيعة الكلمة فيها المد، لكن إذا طال مني وأنا أقرأ يظهر عند الذين يسمعون. كما مثلا نقول قال الله، عرفت وسمعت بأنها خطأ. أو قصرت فيها قلت قال الله، ما ينفع، لكنها ميزان،
قال الله هكذا. فهذه من ضمن الايه الاحكام التي تحتاج الى انتباه في القراءه او في قراءتها. اسال الله تعالى ان يبارك فيك يا شيخنا الحبيب. لا اريد ان اطيل عليكم، وقد يعني اكرمتمونا بهذا الحضور وبهذه المعلومات الدقيقه عن يعني بعض احكام التجويد خصوصا الروم والإشمام. بارك الله فيكم وحفظكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله. شيخنا الحبيب، لا يسعني في هذا اللقاء وفي ختامه إلا أن أدعو الله تعالى لكم أن يزيدكم توفيقا ونجاحا وأن ينفع بكم وأن يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى نتابع فيها بعض المباحث أو بعض الدقائق التجويدية التي تهم طلاب العلم، تهم معلمي القرآن الكريم، تهم المهتمين بتلاوة القرآن الكريم على الوجه الصحيح إن شاء الله تعالى. جزاك الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله فيكم شيخ علي. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن نكون وإياكم من أهل القرآن إن شاء الله. جزاكم الله خير. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتوكل.